مركز التكوين هو بعد التكوين فيه لحقته تمكنته من التحكم في تكوين الصناعات الميتالورجية. احنا ماذا بنا تمشي لكما تقول خدمة الميادين الأخرى الميادين الفلاحية الميادين صناعة الصغرى الصغيرة إلى آخره. هذا هو التكامل الوطني. الصناعة العسكرية شبه تكون هي المحرك وهي الدافع بالنسبة للصناعة الأخرى وتكون هي القاطعة. احنا إن شاء الله المؤسسة العسكرية كما تقولوا تلحق بنسبة 80% على الأقل في كل ميادين ونوفر لكم كل الإمكانيات إن شاء الله التكنولوجيا العسكرية نقدروا نجلبوا صناعة المدنية إلى أعلى إن شاء الله. يعني كل ما شاهدوا هنا كل ما لاحظوه هو صناعة جزائرية ممتاز حسب الحجم نصف ساعة في كل دور فيها حتى 2 من المحرم 3 من المحرم même le camion. Le camion rouge nu. Ce qui vient dessus. Design. C'est constructeur. Design, c'est nous. C'est nous qui pouvons faire. علاش نهضر علاش بين صناعه المدن العسكريه من حيث الاستشعار مثلا شفت من الاستشعار على الاقل نعرف واش كاين في باطن الارض باش نستغلوه